يلا نشوف question number one. السؤال الأول عندي هنا على جزئية الدرس اللي أخذناه الحصة اللي فاتت، بقول snakes and crocodiles، الثعابين والتماسيح are very dangerous، خطيرة، but they do a very important job، مع إنها خطرة ولكنهم بيقوموا بوظيفة مهمة لأنهم they eat انزكس they eat insects، they eat insects، بيأكلوا الحشرات، birds and lizards، والطيور والسحالي. كنترول this the number the number the كنترول number، كنترول فقلنا this controls the number، ده بيتحكم في عدد of these small animals، هذه الحيوانات الصغيرة. We sometimes think some animals are، احنا شايفين ان الانيمالز are scary، مخيفة، او ان هي ugly او شكلها مش كويس، but اتفقنا كلنا انه all the animals are important. important. تمام، عشان الناس اللي لسه داخلة كملنا في نمبر 1 بكلمة insects، في نمبر 2 كملنا بcontrols، في نمبر 3 كملنا بكلمة scary. هروح للسؤال الثاني يلا يا سيف. نمبر 1 عندي بقول a crocodile is، a crocodile is Huge and scary. اللي هي huge and scary، huge and scary. نمبر 2 which animals are helpful، Spiders are helpful. هو قال لي spiders are helpful. نمبر 3 spiders دولت eat، بياكلوا ايه من هنا؟ Insect. بياكلوا الانسكس. some animals are scary but، Are important. scary Are but، important. قلنا طبعا they are important ولكنهم مهمين. نمبر 1 في الريو اوردر يا ماهي، هقول له I I think that there's ثانية واحدة I think there's spider is، scary. تمام، يبقى I think the spider is scary، أعتقد إن السبايدر ده مخيف. I think the spider is scary يا مؤمن. نمبر 2 هتبقى which animal are dangerous. excellent، جميل، which animals are dangerous، إيه الحيوانات اللي بتكون خطيرة. نمبر 3 يا جاسمين. Look at all these animals. excellent، جميل جدا، يبقى اسمها look at all these animals، انظر او انظروا الى كل هذه الحيوانات، look at all these animals. تعالوا نشوف القطعة مع بعض ونركز شوية عشان القطعة كده شكلها تقيل ولا ايه. تقول لي I am Noor، I am researching، يعني researching انا بقى اعمل بحث، بعمل بحث about animals in Egypt. My mom is helping me، وماما بتساعدني. There are many animals in our country، في حيوانات كتيرة عندنا في بلدنا. All animals are very important، كل الـ animals important. I think spiders are scary، but they are helpful، هم scary، بيخوفوا، ولكنهم طبعا مفيدين. They eat insects، لأنهم بيأكلوا الحشرات. So farmers like spiders، عشان كده الفلاحين بيحبوا السبايدرز. Crocodiles and snakes are dangerous، كروكودايل والسنيك خطيرين. But they do very important job، ولكنهم بيقوموا بمهمة مهمة أو وظيفة مهمة. They eat insects، بيأكلوا الحشرات، والبيردز كمان الطيور والليزرز. This controls، عملية الأكل دي بتتحكم طبعا في number of these small animals. We sometimes think some animals are scary or ugly، ولكن إيه؟ They are all important، كلهم مهمين. Number one محمد تامر. ما حضرتك يا سيد The text is about، هتبقى أنا التكست النص كله والقطع كلها بتتكلم هتبقى عن أنا الانيمالز. نمبر 2
Snakes and crocodiles are dangerous. dangerous. Are dangerous. هروح لنمبر 3 يا أيسل. Why do farmers like spiders؟ الناس دي بيحبوا السبايدرز ليه؟ To eat insect. هقول because بقى مش to، هقول because they eat insects. Because they eat insects. مش عارف اكتب كلمة because، يبقى هقول they eat insects. They eat insects لأنهم بياكلوا الحشرات. في نمبر 4 بيقول لي only cute animals يا ماهي are important. الانيمالز الكيوت بس هي اللي important. Do you agree؟ هو انت موافقة على الكلام ده؟ لو موافقة هتقولي لي اه، او لو مش موافقة هتقولي لي ليه لأ. لا يبقى do you agree؟ هقول له no I don't. ليه بقى؟ لأنه all animals are important. أنت بتقول لي الكيوت بس اللي important؟ لأ، اللي أنا عرفته من القطعة دي إنه all animals are important important. هروح لجزئية اللي تشوز، نشوف بس الناس اللي معانا. عايزين عبد الرحمن فكري. يا عبد الرحمن نمبر 1 في الاختياري. بقول له spiders are very helpful. نقط زي نقط زي spiders are ها aren't are. اقول له انا aren't، قال لي اثبات، اقول له نفي. تمام، هو ما نطش انط انا، هو ما نطش انط انا يعني ازود نط، يبقى ار بقت aren't. نمبر 2 snakes eat insects birds and بتاكل الحاجات دي and ايه بقى من دول؟ ها and lizards and lizards والسحالي. نمبر 3 يا مالك. مالك what the snake، what the snake قال لي it's scary. اسمع what ايه في السؤال؟ what of say السؤال اسمه ايه يا مالك؟ اسمه وات ايه يا حبيبي؟ what ها of يا راجل حرام عليك، ممكن يا اقول انا راجل سير ممكن حرام اقوله عليك. سير عايز اقول انا سير شفت عايز يا اقول انا سير مالك، شفت يا مالك، كل زمالك عايزين يقولوا. وات اباوت اسمها عايز وات انا ايه اباوت، اسمها وات ايه يا وات مالك؟ اباوت وات وات اباوت، اباوت وات اباوت، ماذا عن، ما رأيك فيه؟ وات اباوت ذا سنيكس؟ وات اباوت، وات اباوت، ما فيش حاجة اسمها وات من دول غير اباوت. نمبر 4 بقول له كروكودايلز ار فيري يا عايز مؤمن، انا اسير هقول له عندي طبعا هنا دينجرس. يلا البنكتويشن يا لارا. انا اسير لارا 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 نعم يا سيدي اتفضلي اعملي البنكتويشن ده. ال دبليو ايوه الدبليو كابيتال بداية الجملة، اكتبها زي الدبليو الكبيرة ده ايه؟ ها وال علامة الاستفهام ايوه والكويشن مارك علامة الاستفهام. تمام، بعد كده طبعا كان عايزني اكتب جمل اللي انا عرفتها عن الكروكودايلز والسنيك، اللي انا عرفته عن الكروكودايلز والسنيك. اروح بعد كده اكسرسايز تاني، بيقول لي ذا سبايدرز ار هيلبفول تو فارمرز، اقول له الكلام ده ترو صح. ذا سنيكس ار دينجرس، السنيكس دينجرس ترو. ذا كروكودايلز ايت انسكس وبيردز وليزرد اه ترو. فولس ليه؟ فولس ليه؟ كروكودايلز ايت كذا وكذا وكذا. ذا بيليكان ايت بيج فيش، هقول له ديت لأ بقى. لأ بقى ليه؟ فولس فولس لأ ليه؟ لأ ليه؟ مول بيج بيج سمول بيج مش بيج، سمول مش بيج، يبقى الأخيرة فولس. يلا نكمل المحادثة يا أنا yeah. أسف أنا أسف
عايزين. يلا يا مؤمن، يلا يا مؤمن، مؤمن. Look at that spider. Wow, it's مؤمن، مؤمن. أنا سعيد وأنا ياسر معاك. Number one, أنا سعيد وتشكيري. it's scary. يبقى اجيب scary كده اكتبها في number one. It's scary. Number two بقول ايه؟ But spiders are very helpful. بيقول لي نقط do they eat؟ فارمرز يا راجل انا number three الاول، number two الاول. نقط do they eat؟ عايز سؤال، عايز سؤال. هي هنا والله. ها عايز اقول لها ازاي؟ ليه يا مؤمن؟ ليه يا مؤمن؟ عايز اقول لها ازاي؟ نمبر تو عايز اقول لها وات، نمبر تو صح. وات دو ذي ايت؟ هما بياكلوا ايه؟ كمل يا تامر. ذي ايت سمول انسكت. انسكس، بياكلوا الحشرات الصغيرة. دو نوت لايك سبايدرز، هما مين اللي لايك سبايدرز؟ دو فارمرز، دو فارمرز. اروح بعد كده للماتش يا ماهي. نمبر وان سنيكس Snakes are dangerous. ار دينجرس، الاجابه سي. نمبر تو فارمرز لايك Farmers like spiders. سبايدرز. نمبر اي كملي يا جاسمين. اي لايك كيوت. اللي فاتح الصوت يقفل، اللي فاتح الصوت دي واحدة يا حبيبتي، اللي فاتح الصوت عنده يقفله، اللي فاتح الصوت عنده يقفله. كملي يا ماما. I like cute ايه؟ And scary animals. cute and scary، كلام جميل. ونمبر فور بقى هقول له which animals Are scary. are scary with question mark، كلام جميل. اروح لإكسرسايز تاني، أنا جزئية أسير. الاختيارات. أنا يلا أسير. يا سيف. Crocodiles are، ممكن أنا؟ أنا سامع أكتر من صوت، أنا سامع أكتر من صوت. اللي أنا قلت له يجاوب بس هو اللي فتح المايك عنده وبيتكلم. اتفضل. Crocodiles are Dangerous animals. dangerous. Number two. Crocodiles aren't small. They aren't small. يبقى they are إيه؟ Huge. huge 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 huge. تمام huge. كملي يا ايسل. The snake is I don't like it. I Scary. don't like، Scary. يبقى هو سكيري، مخيف، انا ما بحبوش. Spiders eat Perfect. insects. ها all animals Important. are important. Thank you. الجملة الأولى يا عبد الرحمن في الترتيب. عبد الرحمن I think. Spider ايوه are ها scared. سكيري. سافر عبد الرحمن يا شباب، سافر عبد الرحمن. I think spiders are scary. excellent، كلام جميل، كويس يا عبد الرحمن. يبقى I think spiders are scary. النقطة الثانية يا مؤمن. why why do like farmers by ينفع اقول لايك فارمرز؟ ينفع لا اقول لايك فارمرز؟ why do ها ها farmers like ايوه spiders. كده نظبط الدنيا. قلنا واي دو والفاعل ثم المصدر، الفاعل فارمر والمصدر لايك، يبقى واي دو فارمرز لايك سبايدرز. النقطة الأخيرة يلا يا أنا سير. أنا سير. مالك، يا مالك ادوا الملك فرصة كمان. سنيكس Snakes and crocodiles are dangerous. ايوه كده كلام جميل. سافى الملك بدأ يشتغل اهو. يبقى سنيكس and crocodiles are dangerous. بعد كده كان طالب مني باراجراف عن الانيمالز، وقلنا طبعا كل الباراجرافز دي موجودة عندك في نهاية اليونت، أقدر أقراها مرة واثنين وثلاثة وأكتب زيها. تعالوا نشوف
نموذج تاني للأسئلة برضه عشان الناس تركز شوية وتقدر تشتغل صح هنا. مديني ايت وامبورتنت ودو كنترولز. يلا يا ماهي. أنا بقول there are lots of animals live in our country. Sometimes we think some animals are scary or ugly, but they are all important. important. Snakes and crocodiles are very dangerous, but on the other hand, من ناحية أخرى, they do very important job. They not insects. هم بيعملوا إيه في الإنسكس؟ إيه They eat, بياكلوها. This the number. This controls. Controls the number of these small animals. الماتش يا جاسمين. Some animals are scary. But they are all important. Excellent. Number one. Spiders are very helpful. Very helpful. كلام جميل. Look okay. at the crocodile. Look at crocodile. It's huge. It's huge. ضخمة. Farmers like spiders. Excellent. سقفة لجسمي لأنها ما كانتش حاضرة ورجعت طبعا من اليوتيوب. اكسلنت. سقف الجاسمين. سقف الجاسمين. اروح لسؤال الري اوردر تاني. يلا يا لارا. animal do animal do every important job. كلام جميل. animals do a very important job. واللي التانية كمان. ها I I think the spider is scary. scarier. excellent. سافة للار. if I think the spider is scarier. كلام جميل. number three يا ايسل. عايز اقول what. What about the crocodile and the snake? Excellent. كلام جميل. يبقى what about the crocodile and the snake أو the snake and the crocodile. كلام جميل. سلمان لسه فاكر يا سلمان. احنا خلصنا آخر جملة عندي في البنكتويشن. بقول سارة is researching about animals in Egypt. ناصر والنبي والنبات 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 والنبات. قول يا محمد تامر. تامر. ادوا فرصة لتامر. يلا يا تامر. ها الاس والاي والفول ستوب. كلام جميل. يبقى الاس سارة بداية الجملة واسم شخص. الاي ايجيبت طبعا والاسم الاول. والفول ستوب. اروح للجزئية التانية. شوية تركيز بقى عشان نعرف بعض المعلومات الجديدة عن بعض الانيمالز اللي عندنا زي الهورسز وكمان الكاملز. بيقول لي اميزنج ديزرت انيمالز. حيوانات صحراويه مذهله او مدهشه. حيوانات صحراويه مدهشه ومذهله. هما مين دول اللي في الصوره قدامك دول؟ مين ده الكامل ومين ده الهورس؟ تعال نركز شويه عشان نقدر نفهم. مديني amazing. الصفة هنا amazing بمعنى مدهش أو مذهل. beautiful يعني جميل. perfect معناها مثالي. لما أقول camels are perfect for the desert الجمال مثالية أو مناسبة للحياة في الصحراء. يبقى perfect بمعنى مثالي أو ملائم. large بمعنى ضخمة. flat feet أقدام مسطحة يعني مستوية. flat feet ودي موجودة عند الكاملز. without without معناها بدون أو بلا. noisy صفة بمعنى صاخب مزعج. delicious لذيذ الطعم. desert صحراء. مديني surprising بمعنى مفاجئ أو مدهش. special خدناها قبل كده وقلنا special بمعنى مميز أو خاص. sand بمعنى رمل أو رمال. fresh water مياه عذبة. هيبو فرس النهر. جراس حشائش. هامب اللي هو بنسميه السنام بتاع الجمل. سترونج قوي. فير فروة. نشوف الأفعال.
مديني كاري يحمل والماضي كاريد، كروس يعبر والماضي كروزد عبر، كم كيم، درينك درانك درينك درانك. تعال نشوف حروف الجر والتركيبات المهمة. بيقول لي بيرفكت فور يعني مناسب لي أو ملائم لي، زي جملة الكامل اللي قلناها دلوقتي. فور ا لونج تايم معناها لمدة طويلة. جيت انجري معناها بيغضب، زي سيريك رامي جوت انجري، السيريك رامي غضب مننا طبعا لما ما ذاكرناش، يبقى جيت انجري معناها بيغضب. بي كيرفول كن حذر، خلي بالك. بي كيرفول. ستوب فروم معناها يمنع من، او بريفنت فروم يمنع. لوك افتر يعتني بي او يهتم بي، لوك افتر. طيب يا سيد ده مديني شوية كلمات كده، بيقول لي الكلمات دي مهمة. أنا الكلمات مش هتبقى مهمة بالنسبة لي إلا إذا عرفتها في جمل، كلمات ملهاش أهمية عندي إلا إذا كنت كاتبها في جمل. يبقى إذا مطلوب مني أحفظ الجمل عشان الترتيب يا أيسل، وعشان كتابة الباراجراف، وعشان التوصيل، وعشان كل الأسئلة اللي عندي في الورقة. يبقى إذا مطلوب مني وانا في رابعه كده احفظ جمل، احفظ جمل يعني افهمها الاول وبعدين احفظها. بيقول لي كاملز ار اميزنج، الجمال دي مذهله مدهشه، بيوتيفول كمان وجميله، اند سترونج وقويه. هم مين دول؟ الكاملز. وقلنا كاملز ار ذي كاري، ليه هم بيعملوا ايه؟ ذي كاري سينجز، بيشيلوا الأشياء، بيحملوا الأشياء، and people وكمان الناس، بيشيلوا الناس، to cross the desert يعدوا بهم الصحراء، their milk اللبن بتاعهم بتاع مين؟ بتاع الكاملز، ماله؟ is delicious، يبقى عرفت إن الميلك بتاع الكاملز delicious، لذيذ الطعم. we can use their fear، بنقدر نستخدم الفرو الخاص بالجمل ده ليه بقى؟ قال لي to make clothes عشان نعمل منه الملابس. تاني عرفنا فايدتين مهمين للمنتجات بتاعت الكامل، ان الملك بتاعه delicious، وكمان الفير بتاعه بنستخدمه to make clothes. they have large flat feet، من الوصف بتاع الكاملز ان عندها ساق، هنا الاقدام بتاعتها لارج ضخمه كبيره، وفلات مسطحه مستويه عشان ما تنزلش في الرمل. so they can walk on the sand، يبقى ليه هي عندها لارج فلات فيت؟ طبعا to walk on the sand عشان تمشي على الرمل. they can live، هم مين؟ الكاملز. الكاملز can live without water، يقدر الجمل يعيش بدون ميه for a long time، لمدة طويلة بيخزن في جسمه. they are very noisy، الكاملز دي بقى اللي ما نعرفوش عنه، ان الكامل ده noisy يعني مزعج، بيعمل صوت مزعج. امتى؟ لو انت غضبته، لو انت زعلته. and they can get angry، بيغضبوا بسرعة. هما مين؟ الكاملز. دي كلها جمل عن الكاملز، هنشوفها تاني دلوقتي في القطعة الخاصة بالكاملز. طيب الانيمالز التانية اسمها الهورسز، تعال نعرف بعض الجمل الخاصة بالهورس. الهورسز هاف، لديها عندها لارج بيوتفول ايز، يبقى اذا بيتميز الهورس بانه عنده ايز بيوتفول جميلة، وكمان لارج كبيرة او ضخمة. زي ايت، بياكلوا ايه الهورسز دول؟ قال لي بياكلوا جراس العشب او الحشائش، اند درينك وكمان بيشربوا، بيشربوا فريش ووتر، مياه عذبه، فريش ووتر. they can live in the desert، بيقدروا يعيشوا في الديزرت. they need، هم محتاجين طبعا people، محتاجين الناس، ليه؟ to look after them، عشان يرعوهم او يعتنوا بيهم. هم مين دول؟ الهورسز. الهورسز، تعال نشوف القطعة عشان نقدر نقول الجمل ديت مظبوطة ولا لا. يقول لي what is surprising about camels،
ايه المذهل والمدهش بخصوص الجمال، ايه الحاجة المميزة فيهم؟ بيقول لي في الاول هنا كاملز ار اميزنج، شكرا يا عمو، الجمال اميزنج، اه كاملز ار اميزنج، بيعملوا ايه؟ قال لي they are beautiful strong animals، they are beautiful strong animals، حيوانات قوية وكمان شكلها جميل. هي مين ده؟ الكامل. يبقى they are beautiful strong animals، حيوانات جميلة وقوية. they help us، ازاي بيساعدونا؟ قال لي they help us to carry things، بيشيلوا الشنط بتاعتنا او السفريات بتاعتنا، الحاجة اللي احنا عايزين ننقلها. and the people، يعني مش بيشيلوا السنجس وبس، لا ده بيشيلوا السنجس وكمان البيبل الناس. ليه؟ قال لي to cross the desert، عشان يسافروا بهم في الصحراء، يعبروا بهم الصحراء. their milk، اللبن بتاعهم ماله، قلنا delicious لذيذ. we can use their fear، بنقدر نستخدم الفرو بتاعهم. ليه؟ قال لي to make clothes، عشان نعمل ملابس. camels are perfect for the desert، ودي أهم جملة عن الكاملز. camels are perfect for the desert، معناها ايه الجملة الخطيرة دي يا سير؟ معناها ان الجمال ملائمة جدا عايز للحياة الفرجنسي في الصحراء. الصوت يا حبيب قلبي، camels are perfect for the desert، الجمال ملائمة ومناسبة للحياة في الصحراء. Here is why، السبب اللي بيخلي الكامل ده perfect for the desert، اللي بيخليه يعيش في الديزرت وهو مبسوط كده. قال لي camels have large flat feet، لأن الجمل عنده large flat feet، large flat feet أقدام ضخمة ومستوية أو مسطحة. So they can walk on the sand، عشان يقدر يمشي على الساند، على الرمل. حاجة تانية، اه قال لي إن camels can live without، with ولا without؟ لا without، يعني بدون. كان ليف وزاوت ووتر، بيعيش بدون ميه، ممكن ما يشربش لمده ايام. كان ليف وزاوت ووتر فور ا لونج تايم، لمده طويله. ايه تاني؟ قال لي كاملز هاف سبيشال ويز، الجمال دي عندها طريقه خاصه ومميزه، تو كلوز ذير نوزز، بيقفلوا بيها الانف بتاعتهم وكمان الايز وعينيهم. ليه بيقفلوا الانف والاي؟ عشان تستوب، عشان يمنعوا ايه؟ الساند فروم كامينج ان، يمنع الرمل انه يدخل جوه الانف بتاعته او جوه العين بتاعته فيضره. ولكن سبحان الله، سبحان الله، ربنا مديهم طبعا سبيشال ويز، طرق خاصة عشان يحموا عينيهم وانفهم. بس بيقول لي في الاخر but be careful، خلي بالك، خلي بالك من ايه؟ ان كاملز ار فيري نويزي، الجمال ديت مزعجه. مالها كمان؟ زي كان جيت انجري، لانها بتغضب. هاو كان كاملز ايز هيلب ذيم ان ذا ديزرت، هو عين الجمل بتساعده ازاي في الديزرت؟ قال لي اه ده مش العين وبس، ده العين والنوز، مالها بتعمل ايه؟ بتقفل بطريقة خاصة بتساعده انه يمنع الرمل من الدخول في عينيه او في انفه، اللي هي بالقطعة. They have special ways to close them to stop sand، عشان يمنع الرمل from coming in، من الدخول داخل عينيه. جبنا الكلام ده منين؟ جبناه من القطعة، قلنا هي camels have special ways to close their nose and the eyes، ليه؟ to stop sand from coming in. السؤال الثاني، واللي جاهز يرفع ايده. why are camels important for people، هي ليه important for people؟ هو قال لي ان they are important، اه قال لي ان الكاملز are important for people، ليه بتعمل ايه للبيبول؟ يلا نشوف. بيقول لي they help، اه ها يلا، they help to carry things and the people cross the desert، بتساعد الانسان انها تحمل الاشياء بتاعته
وبتحمل الإنسان كمان تكروس ذا ديزرت عشان يعبر الصحراء. هروح للجزئية التانية ومديني حاجة اسمها فاكت فايل. يعني ايه فاكت فايل يا باشا؟ ملف حقائق. يعني ايه ملف حقائق؟ بيديني معلومات حقيقية عن الهورس وعن الكامل، وعايزني اعمل مقارنة ما بين الهورس والكامل. طب يا سير، يعني دي ممكن تجيلي في الامتحان اكنها قطعة ويديني عليها اسئلة؟ اه. ممكن يديني الجدول ده ويقول لي اكتب باراجراف؟ اه تمام. طيب تعال نشوف، بيقول لي هنعرف سؤال اسمه هاو طول، كم الطول اللي هو الطول الرأسي، هاو طول كم الطول او الارتفاع، هاو هيفي معناها كم الوزن، وزنه قد ايه بالكيلو او الطن او الكيلوجرام، هاو فاست از ات معناها كم السرعة، هو بيجري بسرعة قد ايه، هاو لونج داز ات ليف بيعيش لمدة قد ايه. يبقى اذا مديني معلومات بعمل بها مقارنة ما بين الهورس والكامل. طيب لو جينا للهورس هنا هنقرأ بيقول لي 1.4 1.8 متر، يعني طول الحصان بيتراوح من 1.4 ل 1.8. طب والكامل؟ قال لي من 1.8 ل 2 متر. مين الأطول في الاتنين؟ كامل يبقى أقدر كامل أقول camels are taller than horses. دي أول جملة عرفتها من الجدول اللي قدامي. camels are taller than horses، الجمل أطول من الهورس. طيب هاو هيفي بقى؟ هاو هيفي دي بختار هيفي إمتى؟ لو أنا كاتب في الإجابة كيلو جرام، لو أنا كاتب في الإجابة كيلو جرام، يبقى بسأل بهاو هيفي كم الوزن؟ طيب ده بيقول لي ده 380 ل 550، وده بيبدأ من ال 400 ل 650، مين الأتقل في الاتنين؟ مين كامل الأتقل في كامل الوقت؟ كامل. يعني أنت كامل عايز تقول لي إن كاملز آر هيفير 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 ذان هورسز؟ آه، يبقى الجمل أتقل من الهورس. طب وإيه تاني؟ هاو فاست السرعة؟ تعال بقى نبص في السرعة كده، هلاقي 88 والاقي هنا 65، مين الأسرع؟ هورس الهورس طبعا، بس هورس لازم أعرف الحروف دهيت. كده بيقول لي كيلومتر بير اور، تاني كده الكي يعني كيلومتر، بير اور يعني كيلومتر في الساعة، يبقى ده سرعته 88، ده سرعته 65، إذا الهورس is faster than camel. A horse is faster than a camel. الحصان أسرع من الجمل. How long does it live؟ مدة حياته في الكون قد إيه؟ بيعيشوا قد إيه؟ ده قال لي 30 years وده بيعيش 40 years. الله، معنى كده إن الكاملز كان ليف لونجر ذان هورسز؟ آه، بيعيش الجمل لفترة أطول من الهورس، أطول من الهورس. يبقى الجدول اللي قدامي طلعنا منه بمقارنة ما بين الهورس والكامل، عرفنا ان الكامل taller than horse، الكامل heavier than horse، انما الهورس faster than a camel، وكمان عرفنا ان الكاملز live بيعيشوا longer than horses، بيعيشوا فترة اطول من الحصان. بعد كده كان بيديني جمل مهمة عن الهورسز اللي احنا قريناها قبل كده، بنقراها تاني اهيت. قلنا horses have large beautiful eyes، عينيها كبيرة وجميلة، ده الهورسز. حاجة تانية قال لي they eat grass بياكلوا العشب أو الحشائش. حاجة تالتة قال لي they drink fresh water بيشربوا المياه العذبة. horses can live in the desert، ممكن تعيش في الصحراء، but they need people to look after them، لازم الناس يعتنوا ويهتموا بيهم. horses have large beautiful، عندها large beautiful eyes عيون. horses drink fresh water and eat، they eat grass بياكلوا العشب.
خدنا في اولى في سنه تانية وفي ثالثه الاي ارزان، فاكرينها؟ طول ارزان، شورت ارزان، بيج ارزان، سمول ارزان، اي اي ار زان، اي اي ار زان. صورة الإنجليزي تبقى جاية تمام جملة وجاية اهو بعدها زان أعمل اهي إيه آر. كلام جميل. يبقى عندي طول ارزان، شورت ارزان، فاست ارزان، سمول ارزان، اي ار زان، اي ار زان، اي ار زان. طيب ايه تاني؟ تعال نشوف كده. بيقول لي ممكن مع الصفة اللي عندي تكون طويلة شوية زي difficult أو dangerous، ما ينفعش أزود لها ER. طب وبعدين؟ قال لي هنحطها ما بين كلمتين اسمها more، صفة طويلة than أو less، والصفة ديت ثم than. بالمرة يعني أقدر أقول more dangerous than أو less dangerous than يعني إيه more than؟ أكثر من، ولزان أقل من. الصوت يا حلوين، تامر اقفل الصوت عندك. يبقى مور صفة طويلة زان، أما لس ويجي لي بعدها صفة طويلة ثم زان. يعني أنت عايز تقول لي دلوقتي إن كل ما أشوف الإي آر أقول له زان وكل ما أقول مور أو لس هيجي لي بعدها زان طيب تعالى نشوف كده الاكسرسايز. اللينك هيفصل قدامنا اقل من دقيقة ويفصل اللينك. سيادتك هتحل لي الاربع جمل دولت حالا، وحد يبعت لي لينك تاني. يلا يلا يا سيدي. سير بنزي أول واحدة زين.